بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، سنتأمل اليوم بعض اللطائف العددية المبهرة في القرآن الكريم والواضحة يعني بشكل بين وشكل يستطيع أن يفهمه أي إنسان ولا يستطيع أن ينكره أي إنسان أيضا. سنتأمل اليوم لطائف عددية من سورتي القلم والكهف. طبعا هذا رقم واتساب لمن يحب أن نرسل له هذه الفيديوهات ومواعيد البث المباشر وغير ذلك، يمكن أن يرسل لنا اشتراك على هذا الرقم. أيها الأحبة، هذا إعجاز جديد في سورتي الكهف والقلم، يؤكد أن كل كلمة وضعت بدقة متناهية في كتاب الله، يعني لا يوجد عبث أيها الأحبة، كل كلمة موجودة في المكان الصحيح، لو تغير مكانها لاختل هذا النظام بالكامل. يعني هناك منظومة في القرآن الكريم، لو أننا غيرنا موضع أي كلمة ستختفي هذه المنظومة. هذه طبعا لطيفة من لطائف القرآن سنتأملها أيها الأحبة. طبعا أيها الأحبة، القرآن هو كتاب المعجزات الذي أنزله الله وتحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. القاعدة التي نريد تأكيدها هنا تقول بأن كل كلمة في القرآن قد رتبها الله بطريقة معجزة، وإلا لو كانت العملية بهذه البساطة، أنك تستطيع أن تغير أماكن الكلمات أو مواضع الآيات أو السور، لكان هذا الكتاب مثله مثل أي كتاب بشري. ما الذي يميز القرآن؟ دقة وضع الكلمات. في سورة القلم قصة لأصحاب الجنة أي البستان. هذه القصة تتحدث عن فتيان أرادوا أن يحرموا المساكين من المحصول الذي ورثوه عن أبيهم، وكان رجلا صالحا لا ينسى المساكين. رجل صالح كان كل موسم حصاد يجتمع إليه المساكين فيعطيهم مما أعطاه الله من هذا الرزق، وطبعا يطعم أولاده ويأخذ الباقي. الأولاد أرادوا أن يعني يحرموا هؤلاء المساكين من هذا المحصول ليأخذوا المحصول كاملا، وهذا طمع. طبعا ما الذي حدث أيها الأحبة؟ الله لقنهم درسا فأرسل إعصارا. طبعا هذا الإعصار أحرق البستان وكان الندم والعذاب، وعلموا أن الذي يطعم المساكين هو الله وليس البشر. سبحان الله. هذا هو النص أيها الأحبة، من الآية 21 إلى الآية 32. يقول تعالى: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. يعني طبعا هنا الله يضرب لنا مثلا أصحاب الجنة أي أصحاب البستان الذين يعني قالوا بعد ذلك: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني قاطعين، يريدوا أن يقطعوا الثمار ويأخذوها. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني انطلقوا بصمت وبصوت خافت يقولون لبعضهم البعض أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. احذروا أن يأتي مسكين. انطلقوا في الليل أو في الصباح مصبحين قبل أن تشرق الشمس لتقطفوا هذا الثمر وتذهبوا به، فيأتي المساكين فلا يجدون شيئا. وغدوا على حرد قادرين، يعني لما جاءوا ظنوا أنهم قادرون على الحصاد، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. طيب ما الذي حدث؟ بل نحن محرومون. قال أوسطهم، وهنا
المعجزة أيها الأحبة، انتبهوا معي، أوسطهم. هذه الكلمة سنكتشف أنها تتوسط الكلمات بالضبط. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أصبحوا يلومون بعضهم البعض. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. طبعا هنا أيها الأحبة، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. إذن النص يبدأ بكلمة فتنادوا وينتهي بكلمة راغبون. وهنا كلمة أوسطهم موجودة ضمن هذا النص، موجودة كلمة أوسطهم. قال لهم يعني لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني شعروا بالألم، شعروا أنهم ظلموا هؤلاء المساكين وظلموا أنفسهم. فهذا مثال يضربه القرآن لنا لنحذر أن نبخل بما أكرمنا الله به. هنا أيها الأحبة، النص يبدأ بكلمة فتنادوا مصبحين وينتهي بكلمة راغبون. الآن دعونا نتأمل هذا النص ونتأمل كلمة أوسطهم. أوسطهم، سوف نكتشف أن هذه الكلمة تأتي في وسط كلمات النص القرآن. عدد كلمات هذا النص أيها الأحبة 63، وكلمة أوسطهم هي الكلمة الوسطى، أي يوجد قبلها 31 كلمة وبعدها 31 كلمة، وهي في المنتصف. سبحان الله، سنعد الكلمات كلمة كلمة. إذن أوسطهم تتوسط النص القرآني. طيب، هنا فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا. إذن هنا 10، كلمة رقم 10، 11، 12، 13، 14، وهكذا أيها الأحبة، كلمة كلمة. أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 18، وغدوا 19. طبعا هنا الواو لا تعد كلمة، تلحق بالكلمة حسب القاعدة الأعم. على 20 حرد قادرين، فلما 23 رأوها قالوا إنا لضالون، 27 بل نحن محرومون، 30 قال، 31 أوسطهم هنا. إذن كلمة أوسطهم جاءت بعد 31 كلمة وبعدها أيضا 31 كلمة. قال أوسطهم ألم، نبدأ بالعد من جديد، 1 أقل لكم لولا تسبحون، وهكذا إلى 31 كلمة راغبون 31. إذن أيها الأحبة، الإعجاز هنا يتجلى في أن كلمة أوسطهم جاءت في وسط الكلمات، يعني القرآن ضبط لنا هذه الكلمة بحيث يأتي قبلها 31 كلمة وبعدها 31 كلمة بالضبط، وهي في المنتصف. طبعا هذه الظاهرة موجودة في القرآن بكثرة أيها الأحبة، موجودة بشكل كبير، ولكن اليوم أنا فقط سأستعرض مثالين، مثال من سورة القلم والمثال الثاني من سورة الكهف. إذن السؤال قبل أن ننتقل إلى سورة الكهف، من الذي رتب كلمات النص القرآني بهذه الطريقة المذهلة؟ إنه الله الذي قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآن في سورة الكهف أيضا لدينا مثال يتعلق بجنتين، هنا وليس جنة، جنتين، بستانين يعني حديقتين.
رجل أنعم الله عليه بالرزق وبالثمار وجنتين، ولكن أيضا افتخر وأصابه الغرور وظن يعني أن هذا الرزق سيبقى للأبد. دعونا نقرأ هذا النص أو يعني آية: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما، هنا الكلمة بينهما، إذن جنتين، وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. إذن بدأت القصة بكلمة واضرب وانتهت بكلمة نهرا، وهنا كلمة بينهما، يعني أين جاءت هذه الكلمة؟ دعونا نتبع نفس الطريقة، نعد الكلمات. كلمة بينهما أي بين الجنتين. هل من الممكن أن تأتي هذه الكلمة بين كلمات النص في المنتصف بما يتفق مع معناها اللغوي؟ العجيب أننا إذا قمنا بعد كلمات النص سوف نجد أن النص يتألف من 25 كلمة، وكلمة بينهما يأتي ترتيبها بين كلمات النص في المنتصف تماما، حيث نلاحظ أنه قبل هذه الكلمة يوجد 12 كلمة، وبعدها يوجد أيضا 12 كلمة بالضبط. سبحان الله، يعني دعونا نتأكد كلمة كلمة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما، هنا 10 كلمات، بنخل وجعلنا 12، بينهما، هنا بينهما، انظروا أيها الأحبة يوجد قبلها 12 كلمة. الآن بعدها وجعلنا بينهما زرعا، نعد من هنا من جديد، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، 12. إذن بعد هذه الكلمة بينهما بعدها يوجد 12 كلمة وقبلها 12 كلمة، وهي في المنتصف، والمعنى اللغوي يقول بينهما. كذلك هناك في سورة القلم قال أوسطهم، فهذه الكلمة أوسطهم تتوسط كلمات النص. طيب أنا هنا أيها الأحبة يعني أود أن أقول لو تأملنا كلمات القرآن وجدنا أن كل كلمة قد رتبها الله بطريقة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، وبما يشهد على إعجاز هذا الكتاب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحقائق نورا وهداية لكل من يشاهدها ويستمع لها، وأن ينفع بها من يشاء من عباده الضالين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.